فقلت له الكهرباء ما فيش شغل عشان نسدوه. الشغل زي ما انت شايف كده ضعيف في المدينه خالص، ما عادش فيه شغل، احنا مش عارفين ندفع اجور العمال كمان، انا مش عارف في ايه او ايه اللي حصل، مش عارف اعملوا ايه بقى. الفواتير على حسب الشغل، ما هو ما فيش شغل وانت بتضطر انك تدفع برضه فواتير، ما انت عندك برضه اناره وعندك برضه تيجي شغلك ايه شغلك ايه، يعني لازم تدفع برضه فواتير، وتيجي تدفع ما تلاقيش عشان ما فيش شغل طبعا يغطيه. ما طبعا لما رفعوها ما بالنسبه لنا احنا ما هو تعجيز علينا، الشغله النهارده بتبقى ثابته، الزبون واخد على شغله بيعملها ب 5 جنيه و10 جنيه، هتيجي ترفعها ما تعرفش، من قله الشغل خلت الاسعار زي ما هي. كنا بندفع 50 جنيه و60 جنيه، بقت بتيجي 100 جنيه و120 جنيه. وايه وما فيش اصلا حد من الكهرباء بيعبرونا. فيجي يبص على العدادات دي وقال لك عداد بكارت، ما يجي يشوف العدادات اللي هي بيقول لك ايه العدادات ام زومبا دي وحشه ونغير لكم ونعمل لكم. فين يا باشا؟ ما يجي يبص على المدينه الصناعيه، ما حدش معبرنا في المدينه الصناعيه، والكهرباء عاليه علينا خالص. نشتغل حراميه يعني؟ فواتير الكهرباء بتيجي ارتفاع غير طبيعي. وبنتجول لشركه الكهرباء ويقولوا لنا العدادات فيها وعليها وما بنوصلوش معاهم لحل. واخر مرحله بيقولوا لنا يغيروا العدادات ونركب لكم عداد بكارت. طب ايه ده الحل يعني اللي نقدروا نسيطروا بيه على فواتير الكهرباء وارتفاعها؟ مش عارفين نوصلوا لحل مع حد. الفاتوره ب 100 جنيه وبطفي النقطه ليه؟